السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي قناة الكهرباء. اليوم سنقوم إن شاء الله بتجربة أمامكم، وهي تجربة تغيير الكابل الخاص بالأش دي ام اي الذي تمر من خلاله الصورة. هذا الكابل قد أصابه خلل ولم يعد يعمل بالشكل المطلوب كما تلاحظون في هذه الصورة أحبتي في الله، وهذا هو التلفاز الذي كان مربوطا به هذا الكابل. سنقوم بنزع هذا الغطاء، هذا هو الشورت فيل الخاص بهذا الكابل، وذاك هو القناة الخاصة التي سيمر من خلالها الكابل، وهي قناة من نوع الفانتيان. أحبتي في الله، هذا هو الكابل الجديد وهذا الكابل القديم. الكابل الجديد قد قمنا باقتنائه، والمسافة بهذا الكابل تصل إلى 15 مترا. سأريكم أحبتي في الله كيف سيمكننا تغيير هذا الكابل. أولا نأخذ على بركة الله الرأس الخاص بالكابل الذي قمنا باقتنائه، وكذلك نأخذ الرأس الآخر الذي سنزيله ونقوم بربطهما على هذا الشكل. سأقوم بتقريب الكابل إلى رأس الكابل الآخر على هذه الطريقة، ثم أقوم بربطهما جيدا بالشريط اللاصق. الكثير من ما يعتقد أن الشريط اللاصق غير قادر على سحب هذا الكابل، بل على العكس سأثبت لكم صحة ذلك. فالشريط اللاصق وخاصة إن كان من نوع المتميز يمكنك ربطه ليس فقط للكابل الأش دي ام اي، بل كذلك يمكنك استعماله لتغيير الكابل الخاص بالتلفاز من نوع الأنتين أو البارابول. هذه هي الطريقة، ولكن دائما قوموا بربطه وتثبيت الشريط اللاصق عليه جيدا هكذا كما تلاحظون. أما الكابل الجديد فقد قمت بفركه بغطائه لكي لا يتسرب أي شيء من الغبار داخل القناة عندما نكون نسحب الكابل من الجهة الأخرى. أنا معي الصديق الذي يعمل معي وهو في الجهة الأخرى وينتظر فقط عندما أقول له اسحب. هذا هو الشكل النهائي للكابل بعد قمنا بالتغليف بالشريط اللاصق. سنبدأ على بركة الله بسحب الكابل على هذا النحو. الآن في الجهة الأخرى يقوم الزميل الذي يعمل معي بسحب الكابل من الجهة الأخرى من ناحية الريسبتور. هذا هو الشكل الذي قمنا بتلفيفه. سنقوم بإدخاله في القناة الضوئية، قد تم إدخاله بسهولة. ودائما أحبتي في الله أنصحكم باستعمال القناة بحجم كبير حتى لا تقعوا في مثل هذه المشاكل. فأنا قد عملت في هذه المقهى، وقد قمت عندما كنت أعمل الانستالاسيون الخاصة بالتيبورونج قد قمت بوضع القناة من نوع 21. دائما يعني إن أحببتم يعني سحب الكابل مرة أخرى إن وقع به خلل كما نلاحظ في هذه الصورة، يمكنكم سحبه بسهولة تامة وبدون أي عناء. رجاء بوضع القنوات المناسبة لهذا الكابل، فهو برأس يعني كبير. سنذهب الآن إلى المكان الذي كان يسحب به الزميل، هذا هو الصديق الذي يعمل معي، وها هو الكابل قد تم استخراجه بشكل جيد وبدون أي مشاكل. سأطلب من الصديق الذي يعمل معي بالذهاب إلى الجهة التي كنت أمر منها لإدخال الكابل، وبعدها سأقوم أنا بالسحب. المسافة تقريبا 3 أمتار كما تلاحظون. من هذه البوات إيطوش سأمره إلى الريسيفر. سأقوم بطلب إنشاء الإضاءة هكذا. سأقوم بسحب 3 أمتار
لكي أضع في القناة العلوية لكي يذهب إلى الريسبتور. على هذا الشكل، هذا ربما هذا المقدار يكفينا. نعم، كما تلاحظون هذا هو الريسبتور الخاص بالبنسبور، وسأقوم بإدخاله بجانب الخيوط الخاصة بالصوتيات كما تلاحظون هذه الخيوط. إذا أحبتي في الله، بعدما قمنا بتركيب الكابل HDMI في مكانه من كل جهات، والآن قمنا بتركيبه في التلفاز، هذا هو الشكل النهائي لهذه الطريقة. والطريقة قد تم إصلاح العطب بكل نجاح، والشكل النهائي هو كما تلاحظون التلفاز يعمل بشكل جيد. وإلى هنا أحبتي في الله نأتي على نهاية هذا الشرح، أتمنى أن ينال إعجابكم، فلا تبخلوا علينا بالدعم بالقناة.